ازيكم يا شباب، معاكم هادي المصطفى، فرقة تالتة من أسرة نجاح بدون جشع علاج طبيعي. هنتكلم النهاردة عن المحاضرة الخامسة، وهي بعنوان تنشئ لا تسرفس في زبادي. بس قبل ما نبدأ، عايز أعتذر بس عن تأخير المحاضرة والمحاضرة كانت بعدها اللي نزلت، وده بسبب إن الامتحانات اللي احنا كنا فيها والضغط اللي كان علينا كلنا. فإن شاء الله الدنيا تبقى تمام وتتيسر وكل حاجة تنزل ونلحق نخلصها إن شاء الله قبل ما نبدأ امتحاناتنا. قبل ما نبدأ، نبتكر الجملة دي: ولو أن الناس كلهم صحابه أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. يعني إيه؟ أنا عارفة إن مادة زي مادة البيوفيزيكس ممكن نقول تقيلة شوية، بس والله يعني هي بالمذاكرة والتركيز هتبقى زي الفل. هي مادة كبيرة ومهمة، فياريت بس نديها اهتمام شوية. وما ينفعش من أي كلام يتقال، سواء صعبة أو في حياتنا عموما مش في المادة بس، ان احنا نتجنب ان احنا نعمل الحاجه دي لفكره انها صعبه. ما كانش حد هيتحرك من مكانه، وما كانش حد ينجح في حاجه لو اخدنا فكره ان اي حاجه صعبه نسيبها. فاتمنى الشرح يكون عموما شرح المحاضرات عموما يكون كافي ووافي، وياريت لو في اي فيدباك محتاجين ان احنا نغيرها او نعدل عليها ياريت تعرفونا. ويلا نبدا محاضرتنا. المحاضره اللي فاتت اللي هي بتاعت المحاضره الرابعه، كانت اتكلمنا فيها عن الاكشن بوتنشال وازاي بيحصل. النهارده بقى هناخد ازاي نقيسه على اجزاء الجسم المختلفه وايه التطبيقات اللي اتعملت عليه. كنا عرفنا ان الاكشن بوتنشال لما بيحصل سيميليشن للنيرف، بيحصل سيميليشن النيرف بيوصل امبلسز للعضله، فالعضله تبدا تكونتراكت وكده بيحصل اكشن بوتنشال. بس لو السيميليشن بيساوي او اكبر من الثريشولد بتاع العضله. نبدأ محاضرتنا ب potential at the surface of the body. احنا خدنا ان بيحصل electrical activity على في النيورون وجوه السيلز وبره السيلز، علشان في بقى ايه اختلاف ايونات وجهد بيقل وجهد بيزيد، فده بينتج عنه فرق جهد وتيار. هنا قال لي تصور بسيط عن الاكشن potential، وهو ان لما بيحصل انخفاض في الجهد النقطة من النقط الموجودة على الأكسون، بيحصل اختلاف في فرق الجهد، اختلاف في الجهود، فبيحصل فرق جهد. فرق الجهد بين ايه وايه؟ بين النقطة اللي جهدها أقل وبين الباقي اللي حواليها. فده بينتج عنه ان بيمر تيار من جوه وبره الخلية. يعني ايه؟ هنوضح الرسمة دي. ان النقطة دي، نقطة السالب دي، هي النقطة اللي حصل عندها انخفاض في فرق الجهد، والنقطه اللي قبلها ما حصلش فيها انخفاض، فهي موجب عادي. التيار هيمشي من الموجب للسالب، والامبالسز هتمشي من الموجب للسالب، اهي قايلين لنا دايركشن اوف امبالسز. جوه الخليه نفسها في سالب، جوه الخليه نفسها في سالب وفي موجب، التيار برضو هيمشي من الموجب للسالب. فنتيجة كده ان التيار بيمشي من الموجب للسالب، يبقى هيمشي كده من بره الخلية من الموجب للسالب برضو جوه الخلية، فيعمل لي زي حلقة بين اتجاهه جوه الخلية وبره الخلية. بس نبقى خدين بالنا ان برضو ده اتجاه الدايركشن بتاع الامبلسز، يبقى الدايركشن بتاع الامبلسز كده من الموجب للسالب، واتجاه التيار من الموجب للسالب بره وبرضه من الموجب للسالب جوه. هنا برضو التيار هيمشي من الموجب للسالب، وهنا برضو جوه بقى من السالب للموجب، من الموجب للسالب، اسف، من الموجب للسالب برضو، عشان كده عامل برضو دايره. وهنا بيتكلم في الفولتج. يعني ايه؟ يعني ازاي بقيس جهد السطح. التجارب والحاجات اللي اتعملت كانت بتقيس النيرف كله، مش هقعد اقيس اكزون اكزون. بس هي بتعمل حاجه قوي، بتعمل حاجه حلوه قوي، انها بتقيس ان قياس الفولتج بتاع النيورون او بتاع النيرف ده عباره عن مجموع، يعني مجموع السيرفيس بوتنشال بتاعت كل الاكزونز اللي فيه. بقيسه ازاي؟ بحط التو الكترود على المنطقه اللي انا عايزه اقيس فيها جهدها. وبعدين بيبقى فيه زي ما خدنا في ثانوي جلفانوميتر، اللي هي حاجه بتبين لي الرقم اللي هيوضح الجهد قد ايه.
فاحنا كده اي حاجه الجسم بيعملها، سواء اي حركه احنا بنعملها، سواء اكل شرب بقى اي حاجه، حتى جوه جسمك الحركات اللي هي رياضيه، ده بتنتج نتيجه ان بيحصل الكتريكال اكتيفيتيز، بتوصل للمكان ده بيحصل فيها كونتراكشن للعضلات الموجوده فيها، سواء بقى ايه، سواء ايا كان نوع العضله هنعرفهم دلوقتي. فده يعني اي بروسيس بيحصل في البودي نتيجه ان في الكتريكال بوتنشال، الكتريكال اكتيفيتي. فنتيجه لكده بقى ان العلماء اعتمدوا عليها في ان هم عملوا تكنيكس علشان اعرف اقيس الاكتيفيتيز بتاعت اكتر يعني اجزاء الجسم، زي القلب، بجهاز اسمه الكترو المحاضره بتاعتنا، وهو بعنوان الالكترومايوجرافي. احنا قلنا في اول المحاضره ان المحاضره كلها هتتكلم عن ازاي او الاجهزه اللي بقيس بيها الاكشن بوتنشال او السيرفيس بوتنشال لاجزاء الجسم المختلفه. فدلوقتي انا عندي الكترومايوجرافي، افهم منين او اعرف ازاي هو هيقيس، هو هيستخدم في اقيس السيرفيس بوتنشال بتاع ايه في الجسم. احنا عندنا هنا مايو، لو شفت كلمة مايو دي في اي حتة اعرف ان ليها علاقة بالمصل، فكده الالكترومايوجرافي ده جهاز يقيس السيرفيس بوتنشال بتاع المصلز. ناخد هند بسيط كده، احنا عارفين ان الطاقة المخزنة في العضلات بتخزن على هيئة ATP. ATP ده بيتحرق عشان يديني طاقة واعرف يعمل كونتراكشن في المصل، واعرف اتحرك اعمل اي حاجة، ارفع ايدي، اشيل حاجة، اتحرك، اي حركة بيبقى نتيجة للكونتراكشن بتاع المصل، فلازم يبقى فيه طاقة تتحرق عشان اعرف اعمل الحركة. فهنا يلي ان بيبقى فيه حاجه زي محول في قلب العضله، بيحول الطاقه الكيميائيه اللي هي المخزنه في الطاقه في العضلات على هيئه ATP لالكتريكال انرجي، دي اللي بتخليني اعرف اتحرك، اعرف اعمل للعضله كونتراكشن، اعرف اشيل، اعرف اروح واجي، اي حاجه نتيجه ان الكيميكال انرجي بتتحول لالكتريكال انرجي. وان اقول لك ان العضلات بتتنوع بين الحجم والشكل. مبدئيا انت خدت الابر دلوقتي المفروض خلصناه، يعني عضلات مثلا السينر ماسل اللي هي العضلات اللي بتاعت الصبع الكبير بتاع الايد، والبايسبس دي مثال حي على انها بتختلف من في الشكل وفي الحجم، يعني شوف حجم ده من حجم دي، بس بتختلف في حاجتين، الفورس الطاقة اللي هي بتبذلها وسرعة الكونتراكشن بتاعها. هنا انيمال هنا مش معناها حيوانات، انيمال هنا ممكن نقول الفقاريات عموما، يعني انها برضو زي ما قلنا في الاول انها بتحول، بيحصل زي ترانسديوسر زي في السلايد اللي فاتت، بيحول الكيميكال انرجي للالكتريكال انرجي او ميكانيكال انرجي، المهم ان هو بيحولها من الاي تي بي اللي هو الكيميكال انرجي اللي هو على هيئه اي تي بي لحاجه اعرف استخدمها، حاجه اعرف احرك بيها المصل. وفي ثلاث انواع من المصلز، المفروض احنا خدناها قبل كده اصلا، كاردياك مصل وسكيليتال مصل وسموث مصل. كاردياك مصل سيلز ديت من اسمها كاردياك، يعني اي عضله ليها علاقه بالقلب دي اسمها كاردياك. زي ايه؟ دلوقتي احنا عارفين ان القلب ده حاجه ليك ما لهاش علاقه بالمحاضره، ان احنا دلوقتي خدنا ان القلب ليه اذين وليه بطين. دلوقتي الاساسي في انقباض القلب هو الليفت فنتريكل، البطين الايسر تقريبا، الليفت فنتريكل ده اقوى جزء في القلب، عضلاته يعني اقوى عضله في القلب، ده اللي مسؤول عن ان اصلا القلب بيضخ الدم للاورطه اللي بيوصل للجسم كله. هنعرف دلوقتي ان من اهميه اصلا العضلات انها بتنظم سريان الدم، فكون اصلا كاردياك ماسل دي بتعمل كونتراكشن جامد في الليفت فنتريكل الاساسي، ده حاجه ليك يعني، ده بيوصل يعني
سلامة الليفت فنتركل عموما هو أساسي في إن الدم يوصل الجسم كله، لأن هو اللي بيضخ الدم في الأورطة اللي بيودي الدم في الجسم كله. سكيلتال ماسل سيلز ديت أي عضلة ماسكة في عظمة، أي عضلة ماسكة في عظمة أسميها سكيلتال. السموث ماسل دي بقى تبع الأجهزة الداخلية، معدة بقى، أي حاجة مش ماسكة في مش ماسكة في عظمة ومش قلب. هنا بقى ايه الكونتراكشن بيعمل ايه؟ طبيعي لما بعمل انقباض للعضلة طولها بيقل، طبيعي قوي يعني بديهي. لما طولها بيقل ايه انا بستفاد ايه منها؟ يعني زي ما قلنا من شوية انها ان العضلة لما بتنقبض بتزق الدم في الليفت فنتركل، بتزق الدم في الأورطة فبيمشي في ال فبيساعد في ان الدم يتحرك جوه يعني حوالين الجسم عموما، مش الليفت فنتركل بس، يعني الجسم الدم بيلف في الجسم نتيجة انقباض العضلات اللي هو بيزقه، يعني دم العضلات لما بتنقبض بيزقه. بيرجليت الهواء اللي في اللونج، هنعرف بعدين ان الانسبيريشن والاكسبيريشن بيطلع نتيجة الكونتراكشن، يعني انقباضات في عضلات ماسكة في القفص الصدري. فطبيعي قوي ان سواء العضله دي، يعني مثلا انا بعمل انسبيريشن بعمل باخد شهيق دلوقتي، انا المفروض ان حجم الصدر بيترفع يعني بيزيد علشان ادي مساحه ان الهواء يتملي جوه اللنج. فدلوقتي العضلات ديت لو فيها مشكله انا مش هيساعدني ان انا اعمله. وكذلك في الاكسبيريشن لو العضلات دي ما ساعدتنيش ان حجم الصدر يقل فده مش هيساعد ان الهوا يطلع، عشان كده بيعمل ريجوليت في الاير في اللونج. تالت حاجه ان انا احرك الاكل جوه الجهاز الهضمي. دلوقتي انا باكل في الاسوفيجوس اللي هو المريء، بيحصل فيه انقباضات وانبساطات علشان يزق الاكل للمعده، وكمان جوه المعده بيحصل انقباض وانبساط علشان يزقها في السمول واللارج انتستين اللي هي الامعاء الدقيقه والغليظه. يعني لازم يحصل انقباضات وانبساط في العضله لاما هيحصل مشكله. فالاكل بيتحرك جوه الجاسترو انتستينال تراكت عن طريق العضلات دي. رابع حاجه سند بيبيز اوت اوف يوترس، ان في الولاده انقباضات وانبساطات الرحم هي اللي بتساعد في ان البيبي ينزل. هندخل بقى في الجهاز نفسه، الكتروميوجرافي. زي ما قلنا ان هو بيعمل انه يسجل السيرفيس بوتنشال، وهنا قال لي ان هو بيعمل ايه ايفالويتنج وريكوردنج الفيزيولوجيكال بروبرتيز اوف الماسل ات ريست اند وايل كونتراكشن. الجهاز ده انا بستخدمه، هو شكله كده، ده شكل الجهاز، هو مش شكله كده بالظبط بس ديت ممكن نقول التكنيك اللي بيحصل ان هو بيحصل. ده حاجه ليك برضو مش مذكوره، تبقى ابرتين متوصلين بالسلكين اللي هو الابيض الاحمر والاسمر، ده سلكين بحطهم في العضله اللي انا عايزه اقيس عليها، وبشغل الجهاز بقيس العضله في حاله الريست وبقيس العضله وهي في حاله الكونتراكشن. يعني بحط الابر وبعدين اشغل الجهاز وبعدين اقول له يحاول يعمل انقباض في العضله دي، سواء بحركه سواء بانه يشد ايده، ده لو في ايده يعني، علشان هيظهر لي بقى ايه حاجات اللي هي الشخبطه دي. الشخبطه دي بقى ايه؟ عباره عن ان بيوضح لي الكونتراكشن بتاع الماسل. هنعرف بقى يعني الحاجات ديت، او هنعرف ازاي ان العضلة عملت كونتراكشن صح من انه غلط، ده بقى في راوند النيورو في سنة 5 ان شاء الله. اللي يعيش بقى ان شاء الله. نرجع بيقول لي ان الجهاز نفسه اسمه الكتروميوجرافي، الشخبطة اللي انا قلت عليها دي اسمها الكترومايوجرام، المخطط اللي بيطلع اللي هو الشخبطة دي اسمه الكترومايوجرام. نفرق ما بينهم، الجهاز نفسه الكترومايوجرافي، الريكورد اللي هو التسجيل اللي بيطلع اللي هو الشخبطه دي اسمها الكتروميوجرام.
هو انا قلت الجهاز نفسه الكتروميوجرافي، التسجيل بتاعه اسمه الكتروميوجرام. بيعمل ايه؟ بيديتكت الالكتريكال بوتنشال ات ذا سيرف ات ذا ريست، ولما سيل تحصل لها كونتراكشن. بعمل في الحالتين، انا قلت من شويه ان انا بعمل وهي الخليه في حاله الريست والخليه في حاله الكونتراكشن، ما ننساش الاثنين. الجهاز نفسه اسمه الكتروميوجرافي، المخطط اللي هي الشخبطه دي اسمها الكتروميوجرام. هنا هنعمل فلاش باك كده للمحاضره الرابعه بتاعه الاكشن بوتنشال. بيقول لي ان المنطقه اللي بين الاند تيرمينال والمسل فايبر اسمها نيورو ماسكولار جانكشن او سينابس او مايو نيورال جانكشن. اللي بيحصل بقى فيها دلوقتي، اول ما بيحصل امبالسز ستيميليشن بيوصل امبالسز للاكزون، اول بتنزل كده لحد ما بتقابل حاجه اسمها حويصلات مليانه بالاسيتيلكولين، اول ما بتوصل لها بتفرقع بيحصل لها رابشر، فبيطلع كم وافر من الاسيتيلكولين ده. فبيحصل ايه؟ الاسيتيلكولين ده بيساعد ان الامبالسز توصل لحد المسل فايبر، يعني الاسيتيلكولين بيساعد الامبالسز انها توصل للمسل فايبر. طب وبعدين؟ اول ما بتوصل للمسل فايبر دي بيحصل بيبقى فيه على المسل فايبر حاجه اسمها اي تشانل بتاعه الصوديوم. التشانل بتاعه الصوديوم دي احنا كنا عارفين ان بيحصل في الاكشن بوتنشال ان الصوديوم بيدخل الخليه، ان الخليه بفرض ان دي خليه، ان الخليه من بره موجب ومن جوه بتبقى سالب. مجرد ما بيحصل استيميليشن بيحصل هنا ديت الشانل بتاعت الصوديوم، مجرد ما بيوصلها الامبلسز بتفتح. بس لازم الاستيميليشن اللي حصل عشان الموضوع ده كله يحصل، لازم الاستيميليشن يكون بيساوي او اكبر من الثريشولد بتاع العضله، لان لو الاستيميليشن اللي واصل للعضله اقل من الثريشولد بتاعها مفيش اي اكشن هيحصل، ولا صوديوم هيفتح ولا هيدخل ولا الكلام ده خالص. فمجرد ما الامبالسز توصل للمسل فايبر بيحصل انفلوكس للصوديوم، الصوديوم بيدخل، فالموجب جوه الخلية هيزيد، الموجب جوه الخلية هيزيد وبره الخلية هيقل، فتتحول هيقل النيجاتيفيتي بتاعت الممبرين هتقل، هتبقى من سالب، هتتحول من سالب 100 سالب 100 لسالب 50. اول ما توصل لسالب 50 دي حاجه اسمها النقطه اسمها الاند بليد بوتنشال. الاند بليد بوتنشال ديت اللي عندها بيبدا ان الشحنات تتغير، بدل ما هي جوه موجب، بدل ما هي جوه سالب وبره موجب، تبقى جوه موجب وبره سالب. كون ان الشحنات اتغيرت ديت، مش ان كون الشعاعات اتغيرت ديت، بيديني انطباع ان بدأ الاكشن بوتنشال يحصل. مجرد ما الخلية الممبرين بتاع الخلية يوصل لصفر، ان النيجاتيفيتي بتاعه تقل خالص، فدي اسمها دي النقطة اللي بسميها انه حصل عندها اكشن بوتنشال. اول ما بيخلص المدة بتاعت الاكشن بوتنشال بيحصل ده اسمه الكيرف الناحيتي، احنا كنا واخدين اسمه ديبولاريزيشن. الناحيه دي اسمه ري بولاريزيشن، اللاستيك توب. يبقى ده استيك توب وده لاستيك توب. النقطه اللي بيبقى عندها سالب، ان النيجاتيفيتي بتاعه الممبرين توصل لسالب 50، دي بسميها الاند بليد بوتنشال. اتمنى ما اكونش متلخبطين. اللي بي احنا خدنا ان اللي بيحصل هنا ان الصوديوم بيدخل فجوه الخليه بيزيد الموجب، وهنا مجرد ما بيوصل هنا كمان اللي هو مجرد ما بيبقى الجهد بيساوي سالب 50، زياده دخول الصوديوم بيزيد، يعني الصوديوم بيدخل بكميات اكبر، فلحد ما بيوصل للنقطه اللي هي بتاعه الاكشن بوتنشال. انا دلوقتي خلاص العضله حصل لها انقباض، فانا مش هفضل منقبض على طول، فانا عايزه ارجع العضله للحاله اللي كانت عليها. فهيحصل حاجه اسمها ريبولاريزيشن،
انا اسفه. بيحصل فيها ايه بقى؟ بيحصل ان التشانل بتاعت الصوديوم دي بترجع تقفل تاني، ترجع تقفل تاني ويفتح حاجه اسمها صوديوم تشانل. بيحصل ايه يعني؟ بتبدا ترجع بقى لمكانه اللي احنا قلنا ان الخليه بيحصل لها ان الشحنه اللي جوه بتزيد، الموجب بيزيد وبره بيقل. بره لما الصوديوم وجوده بيقل، الشحنه السالبه بتبدا تظهر. فانا عايزه ارجع كل حاجه زي ما كانت يعني، فبطلع في المرحله دي بيطلع الكالسيوم بره، كالسيوم بره، فيفضل يطلع لحد ما ترجع الخليه اللي جوه سالب وبره موجب، ترجع الخليه زي ما كانت وتعود ديما لعادتها القديمه. الفتره اللي الخليه العضله بتاخدها من اول ما بيحصل استيميليشن لحد ما بيبدا ان الصوديوم يفتح، الشانل بتاع الصوديوم تفتح، دي اسمها الليتنت تايم. الليتنت تايم بياخد فيها بالظبط من 3 ل 10 ثواني، يبقى من اول ما بيحصل استيميليشن للعضله لحد ما بيبدا الصوديوم يطلع عشان يحصل الاكشن بوتنشال بتاخد من 3 ل 10 ثانيه. اما من اول ما بيحصل الاكشن بوتنشال لحد ما الشحنات بتتعدل تاني اسمها ريفراكتوري بيريود، ودي بتاخد من 1 ل 2 ثانيه. تاني بسرعه الحته دي. دلوقتي انا قلت انه اول ما بيحصل، خلينا على الرسمه دي، اول ما بيحصل سيميوليشن للعضله بيوصل امبلسز، او بيحصل امبلسز في الاكزون هنا. الامبلسز دي بتفرقع حاجه اسمها حويصلات مليانه بالاستيركولين. الاستيركولين ده بيساعد الامبلسز انها تعدي في الميو نيورال جانكشن دي. يبقى الاستيركولين هو اللي بيساعد الامبلسز انها توصل من هنا، من هنا لهنا. مجرد ما الامبلسز بتوصل للنيرف فايبر، المسل فايبر، العضله، بيحصل ان البوابات الصوديوم بتفتح، فالصوديوم يدخل جوه الخليه فتقل نسبه الموجب بره وتزيد جوه، فالخليه يحصل لها استقطاب ان تبقى بدل ما هي سالب جوه تبقى سالب بره، ويحصل وجوه يبقى موجب لحد ما ان طول ما الصوديوم بيدخل بتقل النيجاتيفيتي، السالبيه بتاعه الخليه. فبدل ما هي سالب 100 عند النقطه هنا هتبقى سالب 50، والنقطه دي هسميها اند بليد بوتنشال. اول ما الخليه بتوصل لنقطه الاند بليد بوتنشال دي، اول ما نسبه الصوديوم بتوصل هنا، دخول الصوديوم جوه الخليه بيزيد. كان بيدخل بنسبه بيزيد، يعني بدل ما كان بيدخل 1 كل ثانيه مثلا بالفرد، هيدخل 2. هيحصل راش يعني اندفاع للصوديوم جوه الخليه لحد ما الخليه السالبيه بتاعتها تقل خالص وتوصل لانها توصل لصفر. ويحصل عند النقطه دي حاجه اسمها الاكشن بوتنشال اللي احنا عمالين اصلا واجعين دماغنا بيه. دلوقتي انا عايزه خلاص العضله انقبضت، ارجع بقى كل حاجه زي ما كانت. فيحصل ان في زي ما في صوديوم تشانل، في بوتاسيوم تشانل. البوتاسيوم يبدا يطلع علشان يعادل الشحنه بره، بدل ما يسالب يرجعها موجب، فترجع تاني الشحنه لانها تبقى تنزل لحد سالب 100 تاني. الزمن بقى اللي بتاخده الخليه من اول ما بيحصل استيميليشن والنيرف امبلسز بتوصل للاكزون زي ما هو كاتب هنا، لحد ما يبدا، لحد النقطه دي ما يبدا الصوديوم يدخل، دي اسمها الليتنت تايم. الليتنت تايم ودي بياخد فيها من 3 ل 10 ثواني. بنفرق بين الليتنت تايم والريفراكتوري تايم. الريفراكتوري تايم دي النقطه او البيريود بين ما بيحصل اكشن بوتنشال لحد ما الخليه ترجع تاني لحالتها، ودي بياخد فيها من ثانيه، من 1 ل 2 ثانيه. ده نفس الكلام اللي قلناه دلوقتي.
اول ما الاكشن بوتنشال بيوصل للنيرف الاكزون تيرمينال 100 مئات من الحويصلات اللي مليانه بالاستيلكولين اللي بتنفجر و بصوديوم بيدخل. مجرد ما الصوديوم بيدخل بيقلل الشحنه وبيعمل اند بليد بوتنشال. الاند بليد بوتنشال ديت هنا اهي ريتش ذا ثريشولد بتبقى سالب 50. بيحصل اهو رش انه بيدخل باندفاع و بيقل اهو سويب داون ذا لينس اوف فايبر، لان عند الاكشن بوتنشال ده الانقباض اللي بيحصل، فالعضلة حجمها بيقل. في المدة اللي بيحصل اللي هي من اول الاستيميليشن لحد ما الصوديوم يبدأ يطلع النقطة دي كده ما بيحصلش فيها اي تغيير في العضلة، ودي اسمها الليتنت بريود. ما بيحصلش برضو حتى لو في الفترة دي برضو ما بيحصلش ان حتى لو اتعرضت تاني لأي استيميليشن زي مثلا اتلسعت لازم عشان اشد ايدي، ما بيحصلش ان انا بتلسع وانا لسه بيوصل اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله عشان اشد ايدي. ما لو حصل اي استيميليشن مثلا لو اتلسعت واتشكيت بدبوس انا مش هحس بالدبوس ده، ما مش هعرف احس بحاجة طول ما انا لسه الاستيميليشن بتاع حاجة تانية لسه مأثر عليا. وهنا الريستنج بوتنشال بيرجع اللي هو الكيرف اللي بينزل ده، ان بيحصل خروج للبوتاسيوم ايون، والوقت اللي بيحصل فيه الريستنج بوتنشال ده هو اسمه ريفراكتوري بيريود. وكده الجزء بتاعنا ده خلص النهارده، وهو اسمه الكتروكارديوجرافي. انا لسه قايله في انواع العضلات اللي هما كانوا ثلاثه، كاردياك واسكليتال وسموس، ان كارديو ديت اي حاجه كارديو دي ليها علاقه بالقلب، فكده انا عرفت انا الجهاز ده هستخدمه في ايه. هستخدمه في ان اقيس الاكشن بوتنشال بتاعت البوتنشال سيرفيس بتاعت القلب عن طريق الالكتريكال اكتيفيتيز. هو هنا نفس التعريف، ان الاس جي هو ده اختصاره، ان هو اداه اني اسجل بيها السيرفيس بوتنشال الجهد الساطع بتاع القلب عن طريق الالكتريكال اكتيفيتي. بقيسه ازاي؟ هي الدكتوره كانت قالت ان هما 9 الكترود، بحط واحد حوالين ايده واحد حوالين ايده الاثنين ورجله كل واحد واحده، بس هما في الحقيقه هما 12، يعني هما لو الصح هما 12 بس يعني هنمشي على كلام الدكتورة. فأنا بعمل واحد في الإيدي وواحد في الإيدي والباقي عند المنطقة حوالين القلب كده. ف ناخد بس هنت بسيط قبل ما ندخل في القرايات ديت عن ازاي اصلا بيحصل كونتراكشن في القلب. مجرد ما بيوصل امبولسز هو على طول القلب في حالة كونتراكشن. احنا عارفين كلنا ان القلب في حالة كونتراكشن دايما علشان يفضل يضخ الدم، وان ما فيش حاجه بتقف اصلا، يعني القلب ده ما ينفعش يقف، حرفيا ما ينفعش يقف. ف الكونتراكشن بيبدا عندي فين؟ في عقد في القلب هي اللي بتحصل فيها كونتراكشن. يعني بدايه خالص هنا عقده في الرايت اتريوم اسمها الاس اي نود. بيحصل دي اول حاجه، دي اول حاجه بس عندها الكونتراكشن، وانها بترسل اصلا هي اللي بتبعت امبلس اصلا لباقي القلب. بتبعت ازاي بقى؟ هنعرف دلوقتي. اول ما بيحصل امبلس يعني بيوصل امبلس للاس اي نود بتبعت امبلس لي حاجه اسمها الاي في نود. الاي في نود دي بقى دي موجوده المفروض هنا كده، يعني ال اس ان نود بتبعت هي في الرايت اتريوم، بتبعت لي الليفت اتريوم وبتبعت لي الاي في نود. يبقى الاس ان نود بتبعت الاثنين، الاس ان نود هنا في الرايت اتريوم
بتبعت للاي بي نود وبتبعت للليفت اتريم. ماشي، ده كده دورها يعتبر خلص. بعد ما بعتت للاي بي نود، الاي بي نود هتبعت هنا كده، تمشي كده وتعمل بتوصل امباسس للتو فنتريكل، البطين الاثنين. يعني الاس اي نود هتبعت للليفت وتبعت للاي بي نود، الاي بي نود هتبعت للاثنين فنتريكل، وبكده بيحصل انقباض في القلب. ماشي، نرجع بقى. هو هنا بيقول لي الاي سي جي ويف، او لما بعمل احط الالكترودات سواء في ايد الاثنين او في رجل الاثنين وكده، فببدا يعمل لي المخطط ده. هو دي الصوره النهائيه اللي بتطلع، الصوره النهائيه اللي بتطلع هي دي الورقه، بيطلع لي ورقه كده طويله شويه بيبقى كلها حاجات زي دي. ايه دي بقى؟ تعالى نعرف دلوقتي. بيقول لي ان التيبيكال نورمال سيجنال بتقاس بين تو الكترودز. انا بقيس ازاي؟ بص هو في اصلا طريق، اكتر من طريقه للقياس، واحده يوني بولر دي عن طريق الكترود واحد، واحده اسمها باي بولر بتبقى عن طريق الكترودين. حتى دي اللي هي الباي بولر دي بيبقى لها طريقتين، يا اما الكترودين الاثنين بقيس بيهم وطلع الفرق، يا اما الكترود واحد الجهد بتاعه صفر و والتاني اللي بقيس بيه. فانا مثلا انا اهو ادي الجهاز ده الكترود بعمل صفر، وما تسالش ازاي بين تو الكترود، دي بتبقى العدد اللي بعمله بيبقى يعني زي حساب بينهم كده، يعني افرق بين ان دي تو الكترود وبين ان وين ان اللي فاتت اكتر من الكترود. يعني هنا باي ميتال كونتاكتس باي الكترود، اما هنا مدين ان هما تو بس، يعني نفرق. اللهم صل على النبي. بالرسمه دي بتظهر ازاي اصلا؟ بتبقى الارق، يعني البي والكيو والار والاس والتي دول ايه. هنعرف ان الـ ان اللي الطلعه دي، انا لسه قايله ان الاس اي نود اول حاجه بيحصل لها كونتراكشن، اول حاجه بتوصل امبالسز للاي في نود والليفت اتريم. يعني الاس اي نود مسؤوله عن الكونتراكشن بتاع الرايت والليفت اتريم، وانها بتوصل للاي في نود الامبالسز. يبقى البي ديت الكونتراكشن بتاعه الاذين، اللي هو الاس اي نود اللي بيعمل انقباض للرايت وللليفت، وبيبعت امبالسز للاي في نود عشان تعمل كونتراكشن في التو فنتريكل الرايت والليفت. المده دي اللي هي الخط ده، دي المدة اللي بياخدها الامبالسز لحد ما توصل للايفي نود، علشان يحصل فنتريكول ديبولاريزيشن، عشان يحصل انقباض في الفنتريكل اللي هي البطين. انا بحاول لما اقول البطين بحيث ان انت ان انتم لو حد موقع منه يعني ايه فنتريكل يجمع معايا، بس بجد صعبة ان الواحد يتخد عليها يعني. وبعدين بعد ما بيحصل ديبولاريزيشن، فطبيعي ان القلب هيبقى عايز يعني بين انقباض وبيرجع ينبسط. فالفنتركولر ريبولاريزيشن ديت المدة اللي بيحصل فيها الانبساط لعضلة القلب. وزي ما قلنا برضو ان اهم عضلة اللي بتبعت دم للجسم كله هي موجودة في الليفت فنتركل، اللي هو البطين الايسر. بيقول لي هنا ان لازم اللي بيبقى بيعمل الاي سي جي ده يبقى تريند
لان مش اي حد يعرف يلقط الرسمة اللي بتظهر لي دي بسهولة، فلازم يبقى ترند يعني وobserver علشان يعرف ياخد باله من اي abnormalities حصلت. ندخل بقى هنا في الاوقات. هو هنا شوية ارقام ذكرها لي. اول حاجة هو قال لي زي ما احنا قلنا ان electrical impulses بتتكون في ال SA node وبتعمل right و left atria to contract. يعني اول حاجة بتحصل ان ال SA node بتبعت impulses ان يحصل انقباض في الاذين اللي هما ال left و right atria، وبعدين تبعت لي ال AV node عشان تعمل contraction في ال left و right ventricle. بيحصل انقباض للقلب كل مرة بياخد وقت فيها من 20 لثلاث من 2.3 3.10 من الثانية بيحصل فيها انقباض للقلب، فبيوصل عددهم من 140 ل 200 واحدة في ال من 20 ثانية. معلش انا كنت حاسه ان انا اتلخبطت، بس لا تمام. ان كل مره بيحصل فيها ديبولاريزيشن بياخد فيها من 2.3 3.10 من الثانيه. فعدد الانقباض عدد الانقباضات عموما او كل انقباض بيبقى اسمه الهيرت بيت. ف بيوصل لي من 140 ل 200 سيجنالز او هيرت بيت في الدقيقه. يعني بيحصل 140 ل 200 انقباضة في الدقيقة. ولو حسبناها ان بيحصل الانقباضة الواحدة في 2.3 3.10 من الثانية، لو حسبناها في الدقيقة هتطلع لنا 190 تقريبا. وهنا الواحد ال2.10 ده الوقت اللي بياخده اللي بتاخده الامبالسز من انها توصل للاي في نود اول ما بتطلع من الاس اي نود. يعني بياخد الوقت. نراجع الارقام دلوقتي. الوقت اللي بتاخده الامبالسز من انها توصل تروح من الاس اي نود لحد الاي في نود بتاخد من 1 ل 2.10 من الثانية. واحد اتنين من عشرة من الثانية. اما الديبولاريزيشن بيحصل بيحصل من 2.3 ل 3.10 من الثانية. فنتيجة ان كل مرة بيحصل فيها انقباض بتاخد بس 2.10 من الثانية. فانا لو هعمل 1 على 3.10 في 60 هيطلع لي تقريبا 180 حاجة زي كده. فالرقم يعني ايه هيبقى بتراوح من 140 ل 200. ال اس اي نود طبعا لان هو بيعمل اول ما الانبساط يعني هو بيحصل فيها الامباسز اللي بتوصل للقلب كله اللي بسببه بيحصل كونتراكشن في القلب اصلا هو الاس اي نود. فهو اسمه البيس ميكر. البيس ميكر دي يعني منظم ضربات القلب. هو اللي بيعمل كونتراكشن في الاتريوم وفي الرايت والليفت وبيوصل امباسز للاي في نود. فبيعمل كونتراكشن في الرايت والليفت فنتركل. يعني الاس اي نود هو اساسي في القلب. ما ينفعش الاس اي نود ده يقف. لو وقف كده الدنيا باظت. هو ممكن يحصل مشكله في الرايت اتريوم، ممكن تاثر عليه يحصل فيه ابنورماليتيز، يحصل فيه ديزيز مرض او اي حاجه تاثر عليه. لكن لو وقف لا، انت كل سنه طيب بقى، ربنا يرحمك. فبيقول لي ان هو بقى بينظم، يعني هو بيس ميكر منظم ضربات القلب. يعني بيبعت امبالسز وبينظم ضربات القلب. انا مديني رينج ان هو في الاستاد اللي فات ان هو بيوصل من 140 ل 200 امبالسز او سيجنالز في الثانيه في الدقيقه. الاس ان بقى بيحاول ينظمها ان اثناء الراحه بتاعه الجسم ان ما يزيدش السيجنالز عن من 60 ل 70 مره في الدقيقه. ليه؟ طيب اصل يعني ما ينفعش ابقى قاعد مثلا نايم وابقى سامع ضربات قلبي او حاسه ان انا ضربات قلبي عاليه او كتير وانا قاعده مكاني. يعني ده كده وراها مشكله.
ما ينفعش يعني، انا بتكلم معاكم بصراحه يعني، انا لو قاعده كده والموضوع اتكرر يعني مش مره يعني، ببقى شاربه كوبايه قهوه يعني، كوبايه قهوه تموت واقول ده انا ضربات قلب عاليه مثلا. ضربات القلب بيأثر عليها الكافيين، بيأثر عليها القلق، بيأثر على التوتر، فما بقاش في حاله عامله زي ديت واقول انا ضربات قلب عاليه ليه. لا، هو هنا ما حدث لي ان ادرست، بيبقى الاس ان نود بتحاول تظبطها لي من 70 من 60 ل 70 مره في الدقيقه لو حصل. وان الاس ان نود بقى ايه، بصوا عموما ضربات القلب بتزيد او بيبقى طبيعها زياده لما مثلا يكون اللي بي الانسان متعود على المجهود يعني، على طول بيعمل اكسرسايز فبيقوي، او حاجات بتقوي عضلات القلب، فده ممكن يزود ممكن يبقى طبيعي يعني، الطبيعي بتاع الانسان ان ضربات قلبه اكتر من 70 عادي. فاللي هو الطبيعي ان هو بيتراوح من 70 ل 100، ده ان الانسان يكون عادي اللي هو عادي، زاد عن كده بيبقى فعلا بيبقى فيه ضغط عالي، وان عضلات القلب يعني القلب بيحاول يعني يعدل المشكلة اللي حاصلة يعني، ده بيبقى فيه مشكلة حاصلة والقلب بيزود ضربات قلبه انه يحاول يعدلها. فبس لو حصل مشكلة في الاس اي نود فبيبقى الاي في نود بياخد يعني رايت هاند مكانه، ان هو يبقى يشتغل مكانه، يحاول يعوض وجوده. بس علشان الاي في نود يحاول يعوض الخساره اللي حصلت في الاس اي نود بتبقى اقل، لان اصلا الاي في نود بيشتغل منه يعني، اساسي ان الاي في نود يشتغل من الاس اي نود. فلو حصل مشكله في الاس اي نود اللي طالع برضو من الاي في نود مش هيبقى اللي يسويه قوي، علشان يعني اساسي فيه فاهمين، ف هيطلع لي من 40 ل 60 مرة في الدقيقة، هيبقى أقل شوية. وبعدين ايه بقى، او بيقول لي هنا ان الايفي نود وباقي اجزاء القلب الكوندكتنج سيستم اقل من الايفي نود، ان هو مش هيعرف يعلي الريت زي ما بيحصل في الايفي نود. يعني انا رسالة لكم ان اي مشكلة بتحصل في مع الاس اي نود او بتحصل مع القلب بتأثر على الاس اي نود والانبلس اللي طالعة منه، لان هو بمسؤول زي ما قلنا ان هو مسؤول عن الكونتراكشن بتاع الرايت والليفت اتريا الاتنين، وبيوصل انبلس للاي في نود. فلو حصل ان في مشكلة في القلب فبتقلل عدد ضربات القلب اللي طالعة، يعني هنا قايل لي ان هو بيقل لحد ما يوصل من 35 ل 40، وده اكيد اكيد وراه ان في بروبلم في القلب، مشكله في القلب او ديزيز او ابنورمالتي او اي حاجه حصل، مثلا تضخم في عضله القلب، حصل اسكيميا، لا اسكيميا هتزود، اسكيميا لا اسكيميا ديت ان انا اسفه دي ان الدم بيقل، الدم اللي واصل لجزء معين بيقل، حصل يعني حصل تضخم في عضله القلب، حصل ان مثلا الصمامات اللي في القلب ما بتقفلش كويس، فدي بتعمل مشكله، فبتعمل مرض، بتعمل ابنورماليتي، فديت ده كله بيأثر على القلب، فتقل عدد ضربات القلب في الدقيقة. فلما يقل عدد ضربات القلب هيقل كمية الدم اللي وصل لجسمه كله، فيعمل مشكلة، فيعمل اسكيميا، هو هيعمل كده اسكيميا. اسكيميا ديت ان القلب اللي وصل للأورجنز او لأي طرف من الجسم قل. وكده هنا مجمع لي الأرقام ان الاول كونتاكتنج سيستم زي ما قلنا في الاول ان هو من 140 ل 200 بيت في الدقيقه، الاس اي نود في الاترست من 60 ل 70 دقه في الدقيقه، الفنتريكل من 40 ل 60، و ده لو الفنتريكل اللي هو الاي في نود بتبعت امباسس للفنتريكل وهي سليمه
لو الايبي نود ما فيهاش مشكله بتبعت وتعمل كونتراكشن بالفنتريكل من 40 لـ60 مرة في الدقيقة، بس لو في مشكلة هتقل، هتبقى هتوصل من 35 من 35 لـ40. وان ده هيدل بقى ان في مشكلة وفي abnormality في الكونتاكتنج سيستم. وكده الموضوع خلص، ونبدأ في الجزء الرابع تقريبا من محاضرتنا النهاردة. جزء الـ EEG ده انا حبيت نبدأ بصورة. انتوا لسه مخدتوش النيورو، نيورو اناتومي، بس عشان بس كنت عايزة اوريكو ايه هي السكالب. دي ممكن نقول هي فروة الراس، لانها الحاجة اللي فوق السكالب. دي بس النقطة اللي انا عايزاها في الصورة دي. هنا نفس الفكرة، الـ EEG ده تبع المخ، بيقيس الالكتريكال اكتيفيتيز بتاعة المخ، ف زيه زي الـ ECG وزيه زي الـ EMG. هما كلهم فكرتهم واحدة، بس بيختلف الوظيفة علشان كل واحد ليه جزء الجسم معين. يعني هو جايب لي حاجات سطحية قوي عليه، ان هو بياخد في الوقت من 20 لـ40 دقيقة، وبيبقى 25 إلكترود. 25 إلكترود دول بعملهم ازاي؟ هو اصلا اسمه بالعربي اسمه جذرس المخ. بيبقى 25 إلكترود. بركبهم ازاي؟ بحطهم ازاي؟ بيبقى في جل كده بلزقه، وفي دلوقتي بتبقى حاجة زي طاقية كده بيبقى متركب فيها الإلكترودات، بس انت بتحطها على دماغك. بتبقى متقسمة من اول، بعمل مثلا بحاول ابين اخد بالي من الميدل اوف الفورهيد، نص الجبهة بتاعتك، ومن نص الجبهة من قدام لحد من ورا. بقسم 10 4 20 10، 10%، 20 20 20 20 10. بعدين قال لي انا بس الاي جي ده في نعرف في ناس بيبقى عندهم صرع. الصرع ده بيجي بقى ناتج عن كهرباء زياده، فالاي جي ده بستخدمه علشان اشوف هل ده من كهرباء زياده ولا لا. والناس اللي بيجي لها برندس، مش هندخل في تفاصيل قوي عشان ما ندخلش في متاهات، نحفظه كده وخلاص. الكوما، غيبوبه، او الناس اللي بتتخبط او بيحصل لها اي مشكله، في خبطه بقى واقعه، اي حاجه خبطت جت على دماغهم، الحاجات دي ممكن تاثر. فلو تعب بعدها او حصل اي حاجه لازم بيحصل رسم مخ. بس هو بيقول لك دلوقتي ان استخدامه قل نظرا ان بقى في السي تي ديت الاشعه المقطعيه والام ار اي دي الرنين. في هنا زي ايه انواع دي زي الشخبطه اللي كانت في الاي ام جي ديت، ليها انواع. هنا دي دلتا، سيتا، الفا، بيتا، جاما. 1 2 3 4 5، لازم نحفظهم بالترتيب: دلتا، سيتا، الفا، بيتا، جاما. هنعرف فيهم ايه؟ الدلتا اللي هي شبه مفروضة اصلا اهي، ديت في حالة ان يكون نايم او يكون بيحلم، اللي هو خلاص فعلا رايح في النوم، ديت بتكون من 0 لـ4 هرتز. السيتا ده يا اما رايح في النوم اللي هو لسه اللي هو ايه بنام على نفسي، ودي بتكون من 4 لـ7. الالفا ديت اللي هو يعني قاعد مريش حاجة، اللي هو ايه قاعد بشرب الليمون، الجو هادي ورايق وما فيش اي حاجة ضغطاني، ما فيش بعملش اي مجهود، ديت بتكون من 8 لـ4 هرتز. البيتا اللي هو انا جبت 4، لو انا قاعدة دماغي بقى مشغولة وبعمل حاجة، يعني ببذل مجهود، بفكر في حاجة، ودي بتبقى من 12 لـ30 هرتز، لان اصلا باين ان الترددات بتاعتها بتعلى. فمن الرسمة يعني دي غير دي غير دي غير دي. اعلى حاجة بقى وهي الجاما،
الجامعة دي لما خلاص اللي هو في حاجة زي ما بيقولوا دماغها تشت من كتر التفكير فيها، بتقرب من بعض وبتعل عن كده عن تحت، يعني بتشوف تحت بقى الفرق عامل ازاي، يعني الفرق هنا عن هنا عامل ازاي. دي بقى بتبقى ايه من 30 لحد موجب 100 اللي هو اعلى من 100. بس السلايد الاولى ان بعمل ريكوردينج بلاي جي من 1/3 ساعة لنص ساعة، هو قال لي من 1/3 ساعة لأربعين دقيقة، يعني احنا ممكن نعمل ان هو بيقل او بيزيد عن 30 دقيقة في الحدود دي. بس بعد ما اصلا ما بركب الالكترود اللي هم اصلا عددهم 25، هنا بيقول لي ان الاي جي اصلا بستخدمه علشان ابين اذا كان اللي بيحصل اصلا بعمل اي جي ده امتى. لو مثلا حصل مرة واحدة الانسان تشنجات، التشنجات دي حركة لا ارادية بقى، اغمى عليه، وش ازرق، اي حاجة من ديت. وخصوصا لما بيحصل تشنجات يعني ده بيبقى ممكن في الاغلب انه صرع او لخبطة في كهربة المخ عموما. فبستخدم اي جي ده عشان اعرف اميز بين ان اللي حصل له ده سببه لخبطة في الكهرباء ولا مثلا حاجة نفسية نتيجة لأي حاجة تانية. ممكن وش أزرق ده ممكن يكون بسبب اختلال في الكهرباء أو نقص أكسجين أو أي حاجة. فبستخدمه عشان أفرق إذا كان في يعني سببه جاي من الإلكتريكال أكتيفيتيز ولا لأ. وبستخدمه برضو في حالة البرين ديس، وبستخدمه في حالة الكوما، ولما باجي أوقف الميديكيشن. يعني اصلا انا مريض صرع مثلا، فباخد علاج، فانا مينفعش اوقف العلاج من غير ما اشوف اذا كان فعلا النسبة قلت ولا لا. بالمناسبة الناس اللي عندها صرع دي اصلا عادي بيبقى عندها كهرباء زيادة على المخ، عادي الموضوع بيتعايش معاه وبيقل بالعلاج والدنيا بتبقى حلوة يعني. بس مينفعش اوقف العلاج من النفسي، لازم اعمل اي جي علشان اعرف اذا كان اوقفه ولا لا. اخر جزء في المحاضرة بقى وهو الاي ار جي والاي او جي، الجهازين دول خاصين بالعين. بستخدمهم في حالة ازاي بستخدمهم اصلا؟ بستخدمهم الاثنين، بستخدم فوق الكبريدات عادي زي الباقي، وبستخدم فيهم زيادة بس ان بيبقى فيه فلاش اوف لايت، ده بوجهه على العين وانا بعمل التكنيك. هنبدأ بالاي ار جي. الاي ار جي ده رسم كهربي للشبكية. يعني ايه شبكية اصلا؟ يعني هو الشبكية بتاعت العين بتتكون من 10 طبقات، كل طبقة مختصة بلون معين، لما الضوء بيقع عليها بينعكس على الشبكية فبيظهر اللون. واحنا قلنا انها بتكون 10 طبقات، وبتتغذى بحاجة اسمها الاوبتيك نيرف. بيحصل ايه بقى؟ بعمل الاي ار جي ده امتى؟ لو حصل مرة واحدة ان بقيت في عين ما بقيتش اشوف بيها، او حصل التهاب في الشبكية، او حصل انفصال شبكي اللي هي بعرف ده من خلال حاجة اسمها البي ويف. البيوت ديت اكتر حاجة بتبين لي اذا كان في مشكلة ولا لا، وان وجودها من عدمها ده اللي بيوضح لي. لو حصل لها لو بقت absent اللي هو هي ما بقتش موجودة، ده بيبين ان في التهاب في الشبكية او انفصال في الشبكية او اي حاجة حصلت فيها. يعني البيويف اللي هي دي وجودها من عدم هو اللي بيحدد لي اذا كان في مشكله في الشبكه ولا لا. بحط الالكترودات ازاي؟ بحط واحد على العين، انا حبيت جدا، واحد على الفور ارم، واحد على العين اللي انا هقيس عليها. هنا محطوط على الاثنين على ان هقيس الاثنين، يعني هنا حاطه على عينيها كده. وبوجه فلاش اوف لايت بشوف اذا كان البي ويف هتظهر ولا لا. ندخل على الجزء الثاني، الاي او جي الالكترو كولوجرام. ده بستخدمه في اني اعرف
الاي موفمنت، يعني انا دلوقتي حصل مره واحده في عين، او مش مره واحده، حصل حول في عين، عين وانا بحرك ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بقت عين ابطا من التانية في الحركه، او عين على طول راميه في ناحيه ما بتتحركش زي التانية او ثابته عموما في ناحيه. فبيحصل ان بستخدمه في ان في حول اورينتيشن اوف ذا اي، او في اختلاف، او بقت تمشي بناحية، بقت تمشي بناحية اللي هو تتحرك بناحية مختلفة عن الطبيعي بتاعها، او تتحرك بسرعة اكبر او اقل. وبعمل الكروتات ازاي؟ بعمل بصمم 2 الكترود، واحد فوق واحد تحت، او واحد جنب ده، يعني هما 2 قريبين من العين، يا واحد فوق واحد تحت، الاتنين من الناحية دي ومن الناحية دي زي الصورتين دول. وكده تكون محاضرتنا خلصت، والمحاضرة وشابتر 3 خلص. السلام عليكم. وصلنا لأمتع جزء في المحاضرة، أتمنى تكونوا فهمتوا.